السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. إزيكم يا شباب الثانوية العامة؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الحمد لله، النهاردة مع بعض في آخر نص من النصوص، بعد ما خلصنا التكافل الاجتماعي في الإسلام شرح وتعليق، وخلصنا الكنيسة نورت، خلصنا غربة وحنين، وخلصنا نص المساء ونص في رثاء مية. أخيرا معنا النهاردة بنخلص على نص أهواك يا وطني، بعد ما شرحنا الجزء الأول الخاص بأهم المرادفات وأهم الجماليات اللي تخص النص، تقدر ترجع لها في القناة وتطلع عليها. بنكمل مع بعض النهاردة في نص أهواك يا وطني، ولكن في الجزء الثاني منه هو جزء التعليق، عشان بكده نبقى خلصنا كل النصوص معاك 20 درجة من ال 80 درجة في امتحان الثانوية العامة، فذاكر كويس. تمام، بس قبل ما نبدأ في الحلقة بتاعتنا، ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتسيب لنا تعليق بأي حاجة انت حابب ان هي تكون موجودة معانا في القناة، ونبدأ الحلقة بتاعتنا على طول. نص أهواك يا وطني طبعا هو للشاعر محمود حسن إسماعيل. نص أهواك يا وطني للشاعر محمود حسن إسماعيل. ومحمود حسن إسماعيل هو واحد من شعراء مدرسة أبولو، ولو لسه مش عارف مدرسة أبولو أو لسه مذاكرتش مدرسة أبولو، روح في القناة عندنا وهتلاقي كل فيديوهات الأدب وتفرج فيها على مدرسة مين، على مدرسة أبولو. يبقى محمود حسن إسماعيل هو واحد من شعراء مدرسة أبولو، وكاتب النص بتاعنا اللي هو نص أهواك يا وطني. نبدأ مع بعض واحدة واحدة ونمشي في النص حبة حبة كده. أولا، تأثر الشاعر اللي هو محمود حسن إسماعيل منذ الصغر وهو كان متأثرا بنشأته الريفية. محمود حسن إسماعيل كانت النشأة بتاعته نشأة ريفية، ومنذ الصغر كان هذا الشاعر محمود حسن إسماعيل متأثرا بنشأته الريفية. هذا التأثر بنلمحه في كثير من الألفاظ اللي بيدخلها على النصوص بتاعته. يبقى هنا بما تأثر محمود حسن إسماعيل منذ نشأته، تأثر محمود حسن إسماعيل بنشأته الريفية. تأثر محمود حسن إسماعيل بنشأته الريفية. برزت شخصية الشاعر محمود حسن إسماعيل منذ وقت مبكر. يبقى لو سألني في الامتحان وقال لي متى برزت شخصية الشاعر محمود حسن إسماعيل، بقول له برزت منذ وقت مبكر، منذ وقت مبكر. تمام؟ طيب، هذا النص بينتمي إلى ديوان نهر الحقيقة، وركزوا عشان دايما بيلخبط فيها الطلبة دي، أو الحتة دي تلخبط طلبة كتير. النص الشاعر اسمه شاعر الكوخ، لأنه ألف ديوان اسمه أغاني الكوخ، ولسه هيجي معانا الكلام ده. أما هذا النص بينتمي لديوان يسمى نهر الحقيقة، يبقى تفرق ما بين النص بينتمي لديوان إيه وملقب الشعر إيه. يبقى هنا هذا النص ينتمي لديوان نهر الحقيقة، ممكن تجيني في الاختيارات. طيب، تجربة الشاعر داخل النص هي تجربة ذاتية، يبقى هنا ما التجربة الشعرية للشاعر داخل النص هي تجربة ايه؟ تجربة ذاتية، لان هو اللي بيحب الوطن في هذا النص وهو اللي بيعبر عن هذا الحب، يبقى تجربة الشاعر داخل النص تجربة ذاتية. طيب، الغرض من هذا النص هو الفخر بالوطن وامجاده، يبقى ما الغرض من هذا النص؟ الفخر بالوطن وامجاده. ما الغرض من هذا النص؟ الفخر بالوطن وامجاده. اما عاطفه الشاعر داخل النص هي حب الوطن والرغبه في التضحيه من اجله. حب الوطن لما بيقول يا كل ما تروي به شفت الهوى فتني، ولما بيقول اهواك يا وطني، والرغبه في التضحيه من اجله، ده الجزء الثاني من النص اللي هو بيتكلم فيه وبيقول بهواك بالشيطان بالاظهار بسل النار نحصده الى اخره. طبعا فين في النص؟ يبقى عاطفه الشاعر هنا هي حب الوطن والرغبة في التضحية من أجله. موسيقى هذا النص جاءت متنوعة، موسيقى هذا النص جاءت متنوعة، ولكن ركزوا معايا بقى، نوع فيها يعني جاءت متنوعة، فجاءت ساحرة. تمام كده؟ فيها رشاقة موحية. يبقى هنا الموسيقى داخل النص جاءت متنوعة، الموسيقى داخل النص جاءت متنوعة، فجاءت ساحرة، يعني الموسيقى جوه النص ايه؟ ساحرة تفتن الإنسان، موحية بالحب، توحي بالحب. يبقى بما توحي موسيقى النص، موسيقى النص جاءت موحية توحي بالحب، وفي نفس الوقت جاءت ساحرة رشيقة. يبقى هنا نوع في الموسيقى، فجاءت ساحرة رشيقة موحية بالحب. فكانت موسيقى النص أو قافية الشعر داخل النص تنوعت ما بين النون والهاء والكاف. يبقى هنا موسيقى الشعر داخل النص أو قافية الشعر داخل النص تنوعت ما بين النون والهاء والكاف. طيب، هنا يجيني سؤال جيف كتير جدا لو احنا بنطلع على امتحانات، هيقولك ما الذي تنشره قافية هذا النص؟ ما الذي تنشره قافية هذا النص؟ تنشر القافية حب الوطن والأمل له. يبقى هنا ما الذي تنشره قافية النص؟ تنشر القافية حب الوطن والأمل لهذا الوطن، والأمل لهذا الوطن.
المحورين اللي بيدور حواليهم النص بيتكرر كتير جدا في امتحانات. مبدئيا المحورين هم زي العاطفه بالظبط، يعني لما يجي يقول لي ما محوري النص او ما عاطفه الشاعر داخل النص، الاجابه تقريبا واحده. محوري النص بنقول المحور الاول هو حب الوطن، والمحور الثاني هو الفداء والتضحيه من اجل هذا الوطن. يبقى هنا المحور الاول او محوري النص، المحور الاول هو حب الوطن، والمحور الثاني هو الفداء والتضحيه من اجل هذا الوطن. الفداء والتضحية من أجل هذا الوطن. أنواع الصور داخل النص، أنواع الصور، وده سؤال بيبقى معانا موجود في النصوص كلها، الصور في النص جات ازاي؟ فهنا انواع الصور داخل النص جاء بصور جزئية وجاء بصور كلية وله بعض الصور المركبة. خدوا بالكم معايا، نص غربة وحنين صور جزئية فقط، المساء في رساء مي، ونص أهواك يا وطني والكنيسة نورت في صور كلية وصور جزئية، برضو التكافل الاجتماعي في صور جزئية فقط عشان نركز مع بعض. يبقى هنا كيف جاءت الصور داخل النص؟ جاء بصور جزئية وصور كلية وبعض الصور المركبة. يا حبذا لو قدرت ان انت تدي أمثلة او لصور جزئية مثل التشبيه والاستعارة، الاستعارة في قوله مثلا أهواك يا وطني، استعارة مكنية. طب صور كلية تتكون من صوت ولون وحركة، هو ما اديش أمثلة، اقول له تتكون من صوت ولون وحركة وله بعض الصور مين؟ المركبة، زي قول الشاعر يغرس الأمال صاعدة لشمس علاك، يبقى له بعض الصور مين؟ المركبة. نبدأ مع بعض كده، خلاص دي مقدمة تعريفية بالنسبة للنص أو بالنسبة للتعليق. تعالوا نتكلم على أهم الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، واللي لو أهواك يا وطني لقيناه في امتحان السنة دي بالتأكيد إن سؤال من الأسئلة دي هنلاقيها موجودة في الامتحان مباشرة، فركزوا معايا واحدة واحدة. أول سؤال عندي بيقول لي علل لقب محمود حسن إسماعيل بشاعر الكوخ. علل لقب محمود حسن إسماعيل بشاعر الكوخ، ليه سمي محمود حسن إسماعيل بشاعر الكوخ؟ الإجابة بتاعتي بسبب التأثر بالنشأة الريفية، بسبب التأثر بنشأته الريفية، وبسبب تأليفه ديوان تحت عنوان أغاني الكوخ. يبقى علل لقب محمود حسن إسماعيل بشاعر الكوخ بسبب التأثر بالنشأة الريفية ولتأليفه ديوانا تحت عنوان أغاني الكوخ. سؤال كمان، حدد دور محمود حسن إسماعيل في موسيقى الشعر وأوزانه. سؤال تافه جدا، ولكن لو اتحط قدامك في امتحان ممكن تبقى مش عارف تجاوبه. حدد دور محمود حسن إسماعيل في موسيقى الشعر وأوزانه. الإجابة بتكون ساهم في تنوع موسيقى الشعر وأوزانه. يبقى حدد دور محمود حسن إسماعيل في موسيقى الشعر وأوزانه، ساهم في تنوعها، ساهم في تنوعها، فهو ساهم في تنوع موسيقى الشعر وأوزان الشعر، موسيقى الشعر وأوزان الشعر. بما اتسمت الصور الشعرية عند محمود حسن إسماعيل، ودي أهم نقطة موجودة في التعليق تقريبا، بما اتسمت الصور الشعرية عند محمود حسن إسماعيل. بقول له اتسمت الصور الشعرية بثلاث صفات، الصفة الأولى هي الغرابة اللي احنا بنقول عليها الإفراط والمبالغة وغيره. يبقى أول صفة بيتسم بها شعر محمود حسن إسماعيل هي الغرابة، كمان الإبعاد في المجاز، الإبعاد في المجاز، وتراكب الاستعارات، عنده استعارات كده متراكبة في بعضيها، تمام؟ يبقى هنا بما اتسم أو بما اتسمت الصور الشعرية عند محمود حسن إسماعيل، اتسمت بكم صفة؟ بثلاث صفات، الغرابة، الإبعاد في المجاز، وتراكب الاستعارات، وتراكب الاستعارات. طيب هل الكلام ده كان ليه أثر؟ في الحقيقة كان ليه أثر. طب هل أثر إيجابي؟ تقريبا إيجابي، ما ينفعش إن أنا أقول عليه أثر إيجابي. ليه مش أثر إيجابي؟ لأن هذه الغرابة والإبعاد في المجاز وتراكب الاستعارات قد يخفف أحيانا من إحساس الشاعر وحرارة عاطفته. يبقى ما أثر؟ ما أثر؟ خدوا بالكم معايا، بما اتسمت الصور الشعرية بالغرابة والإبعاد في المجاز وتراكب الاستعارات. طب ما أثر ذلك على شعر محمود حسن إسماعيل؟ قد يخفف أحيانا من قوة إحساسه وحرارة العاطفة، قد يؤثر أحيانا في قوة إحساسه وحرارة العاطفة. الوطن عند محمود حسن إسماعيل ليس قطعة أرض، لما جه محمود حسن إسماعيل ينظر إلى هذا الوطن لم ينظر إلى الوطن على أنه قطعة أرض، مش بيشوف الوطن عبارة عن قطعة مين؟ أرض. ولكن محمود حسن إسماعيل يرى أن هذا الوطن هو عبارة عن عالم يملأ وجدانه بالحياة والحركة. يبقى هنا ينظر محمود حسن إسماعيل للوطن على أنه قطعة أرض؟ خطأ. طب كيف ينظر إليه؟ ينظر إليه أنه عالم يملأ وجدانه بالحركة والحياة، عالم يملأ وجدانه بالحركة والحياة. طب إيه عندنا كمان؟ وهنا بقى نركز في السؤال ده والسؤال اللي بعديه، عايزكم معايا كده بالراحة واحدة واحدة. بصوا معايا، هو بيقول لي
كلمة كل جاءت بمسميات من عالم الأصوات مثل كلمة لحن وكلمة صفق وكلمة شادو، فماذا حملت من دلالات؟ قبل ما أبين الدلالات بتاعتها عايزك تفهم معايا واحدة واحدة. لو أنت مثلا تمام والدك قال لك إن شاء الله لما تنجح هجيب لك مكافأة معينة، وليكن المكافأة دي هو موبايل معين، تمام؟ أنت لما هتروح هتفرح بالمكافأة دي، بس لو أبوك جاب لك موبايل مثلا من أيام الألفين والكلام ده كله، بالتأكيد أنت مش هتفرح بالموبايل ده، موبايل بزراير ما بيلعبش أي حاجة ولا الكلام ده كله، أنت مش هتفرح بالموبايل ده. ولكن تخيل لو والدك هيجيب لك الموبايل، فبتبدأ إن أنت بتقيم الموبايل ده عشان يكون بالنسبة لك مصدر سعادة، فبتقول والله أنا عايز الموبايل مثلا بكاميرا معينة وبيديني إمكانيات معينة وبيرفع لحاجات معينة. يبقى هنا سعادتك انت بالموبايل نفسه ولا سعادتك بالامكانيات اللي بيقدمها الموبايل؟ صح، زي ما انت قلت سعادتك كانت بالامكانيات اللي بتطلع منين؟ اللي بتطلع من الموبايل. تعالوا كده هدخل حتة صغيرة. لو انت مثلا امتلكت حاجة معينة من والدك مثلا، والحاجة دي كان ليها قيمة عندك واحتفظت بيها، يعني العمر طويل، فالحاجة دي فضلت معاك لفترة طويلة جدا، في الحالة دي السعادة بتاعتك هتكون بالموبايل اللي انت الامكانيات اللي بيطلعها، وليكن الحاجة دي موبايل مثلا، في الوقت ده هل سعادتك انت هتكون بالامكانيات اللي بيطلعها لك الموبايل، ولا بالموبايل نفسه اللي انت اخدته كقيمه من والدك؟ صح، بالموبايل نفسه اللي انت اخدته كقيمه من والدك، وهي دي اجابه السؤال. توهتك معايا، ولكن ارجع معايا واحده واحده. هو الشاعر بيقول لي كلمه كل اضيفت لمسميات من عالم الاصوات، سواء اذا كان اللحن، سواء اذا كان الصفق، سواء اذا كان الشدوى، فماذا تحمل من دلالات؟ قال لك تحمل كلمه او هذه المسميات، تمام، تحمل دلالات سارة أو سعيدة، بتحمل دلالات سارة وبتحمل دلالات إيه؟ دلالات سعيدة. فاللحن والصفق والشدوى يبعث السرور. يعني هنا إيه؟ في الحقيقة إن الشاعر بيستمتع باللحن وبيستمتع بالصفق وبيستمتع بالشدوى، ولكن في الحقيقة هذه السعادة ليست من الأصوات فقط، ولكنها من مصدر هذه الأصوات. توهتك، ارجع معايا بقى كده. الشاعر سعيد باللحن، سعيد بالصفق، سعيد بالشدوى، زي ما انت كنت سعيد بالموبايل اللي بيديلك امكانيات معينة، ولكن هذه السعادة لا تنبع من الشدوى واللحن والصفق فقط، ولكن تنبع من مصادرها. فانت مش فرحان بالامكانيات اللي بيديها لك الموبايل، انت كمان فرحان بالموبايل نفسه، او الموبايل نفسه اللي قيمة عندك. تعال بقى ركب معايا الاجابة. علل كلمة كل جاءت بمسميات من عالم الاصوات، او فماذا حملت من دلالات؟ بقول له حملت دلالات سارة، حملت دلالات سارة. فالشاعر سعيد باللحن والصفق والشد، ولكن سعادة الشاعر لا تنبع من هذه الأصوات، ولكن ها تنبع من مصادرها. فاللحن مصدره، تمام كده، فاللحن مصدره صفق الموج، والصفق مصدره موج مين؟ موج البحر، تمام. واخر واحده وخطى مين؟ وخطى الرعيان. يبقى تاني، الشاعر حملت دلالات سارة، فاللحن والصفق والشدو يبعث السرور، ليست هذه السعاده فقط من مصدر الصوت، فاللحن مصدره لهات الطير، والصفق مصدره الموج، والشدو مصدره خطى الرعيان. يبقى الشاعر سعيد باللحن والصفق والشدو، هذه السعاده لا تنبع من هذه الاصوات، ولكنها تنبع من مصادرها. فاللحن مصدره اللحن مصدره لهات الطير، والصفق مصدره الموج، والشدو مصدره خطى الرعيان. تعالوا نكمل مع بعض السؤال الثاني ده. بيقول لي كلمة كل أضافت بعدا كميا، كلمة كل أضافت بعدا كميا، أنت عايز تقول إيه؟ تعالى برضو أدي لك مثال من أرض الواقع. لو قال لك مثلا أنت بتحب والدتك قد إيه، فرحت أنت رادد وقايل والله أنا بحبها كل الحب، يعني أنا بحبها كل الحب اللي موجود في الدنيا ده أنا بحبه. حضرتك في اللغة العربية لما جيت تختار كلمة ما لقيتش حاجة بتعبر عن حجم الحب اللي انت بتحبه لوالدتك أكتر من كلمة كل، مفيش كلمة أكتر من كده. ولكن لو انت وجدت كلمة أكبر من كلمة كل ممكن تعبر عن مقدار حبك لوالدتك ده، كنت عبرت بيها، وهو ده الإجابة بيها. فقد عبر الشاعر بكلمة كل عن مقدار الحب والسعادة التي تغمره، عن مقدار الحب والسعادة التي تغمره. هذه السعادة
العادة لا تساوي كلمة كل، ولكن تساوي أضعاف هذه الكلمة وما تحمله. يبقى تاني، قد عبر الشاعر بكلمة كل عن مقدار السعادة والحب الذي يحبه لهذا الوطن. هذه السعادة وهذا الحب لا يساوي كلمة كل، ولكنه يساوي أضعاف هذه الكلمة وما تحمله من دلالات. وضحت كده السؤال؟ تعالوا نكمل مع بعض. يعتبر البيت الأول في هذه القصيدة هو مجمع المعنى ومنطلقه. بمجرد أول ما أقرأ البيت الأول كده بعرف الشاعر بيتكلم عن إيه. طبعا البيت الأول هو مجمع المعنى ومنطلقه، وده لسببين. السبب الأول لأنه فتح النص بقول أهواك يا وطني، ليعبر به عن مدى حبه لهذا الوطن. يبقى السبب الأول أنه افتتح النص بقول أهواك يا وطني، الذي يعبر به عن مدى حبه لهذا الوطن. بعد كده جاء بقول يا كل ما تروي به شفة الهوى فتني. جيب كلمة يا كل ما تروي به شفة الهوى فتني، ليمثل أن هذا الوطن، أو ليعبر أن هذا الوطن يمثل له كل الأمال والطموحات. يبقى تاني، يعتبر البيت الأول هو مجمع المعنى، حيث عبر الشاعر أو حيث ذكر الشاعر، تمام كده، قوله أهواك يا وطني ليعبر عن مدى الحب لهذا الوطن، ثم جاء بكلمة كل ما تروي به شفة الهوى فتني ليعبر من خلالها أن هذا الوطن يمثل له كل الأمال والطموحات. معنى إيه كمان؟ بيقول لي يستخدم الشاعر صورا تحفل بالإفراط والمبالغة. طبعا مش احنا قلنا عنده صور، عنده غرابة وعنده إفراط ومبالغة، بيستعمل الصور البيانية بشكل كبير جدا، ده أكيد موجود في النص. يبقى هنا لاحظوا معايا، وضح، يستخدم الشاعر صورا تحفل بالإفراط والمبالغة. بقول له حيث أنها جاء بصور كثيرة، حيث أنه جاء بصور كثيرة متداخلة. يبقى هنا علل، أو هنا وضح، يستخدم الشاعر صور تحفل بالمبالغة. بل له حيث أنه جاء بصور كثيرة متداخلة، جاء بصور كثيرة متداخلة، تمام، مثل شفة الهوى أو التي تروي فتنه، أو مثلا قوله يا كل لحن، أو يا كل صفقة، أو يا كل شرب. يعني أدى أمثلة من الأبيات اللي قصادي. يبقى لاحظوا معايا، يستخدم الشاعر صور تميل للإفراط والمبالغة، حيث أنه الإجابة، حيث أنه يأتي بصور كثيرة متداخلة. ودي أمثلة زي كلمة شفة الهوى، أو كل لحن، أو كل صوت، أو كل صفق إلى آخره. الشاعر في النص هنا قال لك نغمته تعطرني. وقف معايا كده، المفروض إن النغمة أنا بسمعها بأذني، تمام، والعطر انا بشمه بانفي، صح كده؟ لا، الشاعر قال لك ايه؟ يا كل هنا قال لك نغمته تعطرني، يعني النغمه اللي المفروض بيسمعها باذنه خلاها تعطر وتشم بمين؟ وتشم بانفه. فده احنا بنسميه عندنا تراسل حواس. يبقى هنا صنع الشاعر في النص ما يسمى بتراسل الحواس في قوله نغمته تعطرني. كيف حدث ذلك؟ حينما جعل ما يسمع بالاذن يشم بالانف. حينما جعل ما يسمع الأذن يشم بمين؟ بالأنف، في قوله نغمته تعطرني. آخر سؤالين عندنا في النص سهلين، ودول مش هقف عليهم كتير. ملامح الوحدة الفنية داخل النص، ملامح الوحدة الفنية داخل النص تمثلت في وحدة الموضوع، وهو حب الوطن وذكرياته الجميلة، حب الوطن وذكرياته الجميلة. كمان تمثلت في وحدة الجو النفسي المتمثلة في العاطفة الجياشة لهذا الحب. يبقى هنا الوحدة الفنية تمثلت لهذا النص في وحدة الموضوع، وهو حب الوطن والأمل في ذكرياته الجميلة. وعندنا كمان وحدة الجو النفسي المتمثلة في العاطفة الجياشة لهذا الوطن. النص دوة تحققت فيه سمات مدرسة أبولو التي تمثلت فيه استعمال اللغة استعمالا جديدا. ولو عايز تفهم السؤال ده تحديدا، مهم جدا، ارجع لمدرسة أبولو، هوضح لك كل حاجة فيه. يبقى هنا تاني في القناة عندنا سمات أبولو بالنص: استعمال اللغة استعمالا جديدا، استخدام الرمز لما كان بيقول الليل، فده رمز للمستعمر، استخدام الرمز، الوحدة الفنية اللي احنا لسه مجاوبينها دلوقتي، الميل للموسيقى الهادئة، بيحب الموسيقى الهادئة، واخر حاجة حب الطبيعة مع الامتزاج بها. حب الطبيعة لما بيقول لحن وصفق وشد الى اخره. دي سمات مدرسة مين؟ سمات مدرسة ابولو. كده خلص التعليق، ولكن سريعا نمشي على التعليق زي ما
كنا متعودين بسرعة. تأثر الشعر بالنشأة الريفية، برزت الشخصية بتاعته الشعرية منذ وقت مبكر، الديوان من نهر الحقيقة، التجربة كانت ذاتية، أما الغرض هو الفخر بالوطن، والعاطفة هي حب الوطن والرغبة في التضحية. الموسيقى داخل النص جاءت متنوعة، فجاءت ساحرة رشيقة محية بالحب والسعادة، فنوع القافية بين النون والهاء والكاف، قافية الشاعر تنشر حب الوطن والأمل في مستقبله. محوري النص، المحور الأول حب الوطن والتاني الفداء والتضحية من أجله. أنواع الصور داخل النص، استعمل صور جزئية وصور كلية وبعض الصور المركبة. محمود حسن إسماعيل لقب بشاعر الكوخ لأنه ألف ديوانا تحت عنوان أغاني الكوخ ولتأثير النشأة الريفية عليه. دور محمود حسن إسماعيل في موسيقى الشعر وأوزانه، ساهم في تنوع موسيقى الشعر وأوزانه. اتسمت الصور الشعرية بتاعته بالغرابة والإبعاد في المجازي وتراكب الاستعارات، وهذا كله قد يخفف من إحساسه وعاطفته. الوطن عند محمود حسن إسماعيل ليس قطعة أرض ولكنه عالم يملأ وجدانه. كلمة كل لها دلالات، تمام كده، أو كلمة لحن وصفق وشد، وجاءت من مسميات من عالم الأصوات لأنه عبر الشعر بها عن مقدار السعادة. هذه السعادة لا تنبع فقط من هذه الأصوات ولكن تنبع من مصدر الأصوات، فاللحن مصدره اللهاء، والصفق مصدره التلاطم الأمواج، والشدو مصدره خطى الرعيان. عندنا أضافت كلمة كل بعدا كميا، عبر بها عن مقدار السعادة. هذه السعادة لا تساوي كلمة كل ولكن تساوي الأضعاف كلمة كل. يعتبر البيت الأول مجمع المعنى ومنطلقه لأنه صرح بحب الوطن في قوله أهواك يا وطني، ثم جاء بجملة يا كل ما تروي به شفت الهوى فتني، ليعبر أن الوطن يمثل له كل الأمال والطموحات. يستخدم الشاعر صور تحفل بالإفراط، الدليل على كده أنه يأتي بصور كثيرة متداخلة زي كلمة شفت الهوى. نغمته تعطرني فيها ترس الحواس، جعل ما يسمع بالأذن يشم بالأنف. ملامح الوحدة الفنية تمثلت في وحدة الموضوع المتمثلة في حب الوطن وذكرياته الجميلة، وحدة الجو النفسي المتمثلة في العاطفة الجياشة لهذا الوطن. سمات أبول متحققة في النص، في استعمال اللغة استعمالا جديدا، واستخدام الرمز والوحدة الفنية، الموسيقى الهادئة، وحب الوطن وحب الطبيعة والامتزاج بها. كده وصلنا للنهاية الحلقة بتاعتنا. لو انت محتاج ان انت تسمع الجزء بتاع الشرح والجمليات، ادخل على القناة دلوقتي هتلاقيه موجود. كمان عندك باقي النصوص كلها معك 20 درجة، ده بالنسبة للنصوص. كمان بالنسبة للنحو حطينا المفروض الحلقات اللي فيها الاسئلة عشان تضمن ال 20 درجة بتوع النحو. ولو انت مش مذاكر ادب هتلاقي الادب موجود عندنا، يبقى دي الست درجات بتوع الادب موجودين عندك على القناة. وكمان شرحين القصة خاصة الجزء الثاني هتلاقيه مشروح كامل ومحلول عليه، يبقى انت كده بالنسبة لك كل حاجة في المنهج ان شاء الله هتلاقيها اتشرحت بالنسبة بالك. قاعد القراءة بس، ممكن هبقى اطلع معاكم كده اتكلم معاكم فيها كده سريعا وناخد الافكار بتاعتها. وصلنا للنهاية، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل الجرس واعمل اعجاب للحلقة بتاعتنا، وسيب لنا تعليق باي حاجة انت محتاجها، وممكن تشارك الحلقة دي مع زمايلك عشان الفايدة بتاعتها تزيد ونستمر ونكون موجودين معاكم على طول. وربنا يعدي الازمة اللي احنا فيها دي على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.